السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيفتم؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده وكانه مزيانه ان شاء الله. المهم هذا الفيديو اللي بزاف ديال الناس كيتسناوه وبزاف ديال الناس كيتسناو الكلاب ديالنا كيفاش رجعوا. كنت وعدتكم من هنا 5 ايام ان شاء الله غادي نصور لكم الكليبات وغادي تشوفوهم كيفاش رجعوا. المهم الكليبات ديالنا راهم في تحسن جد 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 ملحوظ، راكم نتوما بيتكم غادي تشوفوهم، غادي يعجبكم الحال ويعجبكم بزاف بزاف بزاف. المهم هما الامراض الجلديه ديالهم، ديك الالتهاب مات لهم، ما بقاش اليوم 5 ايام باش دهنا لهم الدواء، ما بقاش ديك الجل كياكلهم برا ولاو كينعسوا مزيانين، ما بقاوش كيحكوا وبدا الشعر كيطلع لهم. دابا وصل الوقت انني ندوش لهم، قلت قبل ما ندوش لهم نعمل لهم شي فيديو وعاد غدا ان شاء الله ندوشوا لهم تكون الشميشه وهذه، نحاول نعمل لكم شي فلوق وانا كندوش لهم. المهم دابا جات تقيتوني طلعت للسطح باش نعطيهم الوجبه ديالهم الثانيه، حيت كنعطيهم ثلاثه ديال الوجبات، غيتبدلوا عليكم الكلاب غادي يبانوا لكم واعرين. المهم نشوفوا الكلب ديالنا الاولاني راه شاف الماكله غادي يمشي ليها نيشان. الى لاحظتوا البنيه الجسديه ديالو راه تحسنات وتحسنات بزاف. بالنسبه للصباح، الصباح كنعطيهم كروكيت كنعطيهم الكركاس اخضر باش كياكلوه كيعاونهم، والوجبه الثانيه كيف ما كتشوفوا كنعطيهم الكروكيت مخلط مع الباتي. المهم كندير لهم كيلو ونص ديال الكروكيت وكندير لهم لاطا ديال كيلو ديال الباتي وكنخلط لهم وكنحاول نعطيهم كل واحد بوحديته حتى كيشبع كتعمل الكرش ديالو عاد كنعطي الثاني. دائما كنسبق بديك الكانيش اللي كيف ما كتشوف الصحه ديالو تحسنت، وهو اللي كان فيه ديك الالتهاب بزاف ما بقاش كيحك كاع في خطره. المهم راه ولا مزيان، الكريشه ديالو عمارات ما بقاش ضعيف بزاف. والكلب ديالنا الثاني هو هذا بيتبول رايد ناوس. المهم الى لاحظتوا في الكاميرا كنتمنى يكون كيبان لكم مزيان، ما بقاوش الحصاير كيبانوا، اقسم بالله خوتي الا كنهضر معكم وانا من الداخل ديالي فرحان. علاش؟ ملي كتشوف راسك وقفتي مع واحد البكمه اللي هي ما كتقدرش تهضر، ما كتقدرش تقول لك باش مضروره، وكتوقف معها وكتوصلها لواحد النتيجه اللي هي زوينه، كان انا بعدا شخصيا كنفرح كنحس براسي بحال راني درت واحد الحاجه اللي هي زوينه. وفحال هاد المسائل راه ربي عز وجل راه فوق منا، راه كيشوف كل شيء ما كينسالكش هاد الشيء هذا. يعني شحال من حاجه خايبه تقدر تكون جاياك في الطريق وربي سبحانه وتعالى كيزولها عليك، بحيث راك تعاملتي مع واحد البكمه ونقذتيها من الموت، خصوصا هاد الكحل هذا انا على ما كنقول عمرو طويل وصار. اش دابا غادي نطلقوا الكلب الثاني كيف ما كتشوفوا، راني حاولت نوفر لهم طويله هنايا في السطح، خوف لهم هاد التابوله هادي واخا على قد الحال، ولكن مهم حاميهم من الشمس وكيتخشاو هنايا عاوتاني كيتضللوا هنايا يقدروا يتدابزوا. المهم كيف ما كتشوفوا الصحه ديال الكلب هذا راه مزيان، هذا راه صحته حتى هو، هذا راه كان يابس كان الجلد على العظم، دابا ولله الحمد الكلب كيف ما كتشوفوا في الفيديو راه تحسن ولا مزيان. والا لاحظتوا حتى منين جا ياكل ماشي بحال النهار الاولاني، ما جاش كياكل ملهوف وكيدابز على الماكله، دابا من الداخل ديالو راه شبع. دابا هذه الوجبه الثانيه ديالو، كنعطيهم الوجبه الاوليه مع العشرة الصباح قبل ما نفتح كنسبق بهم هما الاولاد، كندوز عند الجزار كنلقاهم موجد لي 5 كيلو ديال الكركاس، كنطلع لهم كنقسمها لهم مع بعضياتهم، عاد كنهبط كنفتح المحل ديالي، ان الله شاهد على ما اقول. ومن بعد كنعطيهم الماء ديالهم، كنطلع كيف ما كتشوفوا السطح راه مسكسف، كاين الولد عاوتاني كيطلع جزاه الله بالخير كيسكسف لهم، هذه كيسكسف عليهم. هذا بيت، شوفوا الكانيش ديالنا فين مشى، هذا كيبقى مطلوق كيلعب. اجي فين غادي تخشى، كيقلب دائما على البلاصه اللي مضلله كيتخشى فيها. هي
بون شيان ايه هذا بعدا ولا تحماق عليا. وهاد اليومين بعدا كنطلب السماحه من واحد الاخ ديالنا كنطلع لهنايا للسطح ما نعرف شنو بغى يصوب في السطح ديالو وما شافوش راه هنايا وكان هاد الحمار هذا مطلق وهجم عليه. المهم خلعوا واحد الخلعه خايبه وكان غادي يدير لي معاه مشكل صدق ديك السيد اللي عمرها سلعه منين عرفوا ديالي حشم حتى يهضر معايا. المهم كنطلب منه السماحه. ايه حتى الكلاب ولاو ناشطين فهمتيني ما بقاوش مكتئبين وديك ما بقاتش باينه عليهم ديك ملامح الحزن. كان الكلب كيشوف فيك كنت كيعز عليك كيشوف فيك هو كي ماشي كود هذا باقي شي شويه. المهم ما بقاوش الضلع ديالو كيبانو ما بقاوش ديك الحصاير ديالو كتسبون من بعد واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه الله يسمح لهم اللي كانوا سبب. المهم الحمد لله الكلاب راه كنقول لكم بان الكلاب راه نقدوا الحمد لله ولاو مزيانين. ايه اش دابا من بعد ما كلاو كروكيت والباتي غادي نبدل لهم ديك السطال ديال الماء كيكون السطال دائما كضرب فيه الشمس خاصك ضروري ما تفلش عليه وتبدلو. ودابا صورت لكم هذا الفلوق وهما راه باقيين بالزيت ديالهم وباقيين بالدواء يعني راهم كحل. من بعد منين ان شاء الله غدا غادي نديروا لهم شي تدويشه اول حاجه غادي ندوش لهم بالصابون بلدي صابون بلدي باش غادي يعاونني على ديك الكراسه غادي تزول. من بعد عاد غادي نشلل انا نعمل لهم شي ثلاثه ولا اربعه ديال اللي كوش بالصابون بلدي. من بعد عاد غادي ندوش لهم بالشامبوان ديالهم باش تقابل فيهم نسيمه زوينه والزغبه ديالهم ما تفقدش ديك الزيت ديالها. بون شيان صافي شبعتي. المهم الحمد لله كيف ما قلت لكم انا منين كنشوف بحال هاد النتائج كنفرح بزاف وكنتحمس وكنشكر بزاف 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 الناس اللي كتبوا لي ديك لي كومونتير زوينين والناس اللي جاوا لعندي الحانوت وشكروني على هادشي هذا اللي كندير. وبزاف ديال الناس جاوا مورا ديك الوصفه اللي هي الزيت محروقة والقطران والكبريت جاو داوها الكلاب ديالهم. جبرت هاد المشكل هذا هاد الايامات كاين بزاف بزاف ديال الناس كيتشكاو من هاد المشكل ديال الجربة حيت هو اصلا جي في هو. شوفوا اخوتي الى عقلتوا على هاد الكلب هذا الكحل كيفاش كان كيفاش كانوا الحصاير ديالو. دابا الحمد لله الكلب ولا مزيان ما بقاش ضعيف ما بقاش يابس. هذاك بعد الكحل كان يابس باقي هذا شويه وتا الكانيش راه هو الا شفتوا الكريشه ديالو وتا ديك الالتهابات اللي كانوا عنده هنا راه كنت ركزت عليهم كانوا حمر وطريين دابا راهم براو ها هما راه ولاو تيطلعوا حتى الشعر الى لاحظتوا راه ولاو كيطلعوا الشعر تما. هذا راه منين غادي ندوش له غادي يبان لكم واحد اخر دابا راه مكرفص عليها تيبان هكا. الكليب ديالنا كلا وشبع ولله الحمد. ايه بون شيان ايه كليبات ضحكين ماشطين لا باقي ما ماشطينش دابا ضحكين ناشطين. المهم اخوتي الفيديو ديالنا انا طلعت باش نعطيهم هذه الوجبه قلت انا نصور الدراري كيف ما انا فرحت بهذه النتيجه هذه. كاين بزاف ديال الناس اللي هما متابعيني وغادي يفرحوا حتى هما بهذه النتيجه هذه عليها صورت لكم هذا الفيديو. كنبغي نشكركم بزاف بزاف وكنبغي منكم تفاعلوا معايا شي شويه والناس اللي كيعجبهم المحتوى ديالي لي بارطاجيو القناه ديالي في مواقع التواصل الاجتماعي ديالهم. واللي باقي ما مابونيش اهبط اخبط على ديك الابوني هذيك راه ما غادي يخسر عليها والو. وما تنسى الجيم وشي كومونتير اللي غادي يزيد يحفزني ويزيد يشجعني على هذا الشيء هذا اللي كندير. وكنشكركم بزاف وكنقول لكم الى اللقاء نتلاقاو في الفيديو.